24 على هذا الحوار هذا والمتتبعين ديالها فين ما كانوا. في 2003 حيت شاركت في كاستينغ ستار برنامج اختيار النجوم وكنت ربحت فيه، ومرها مشيت لفرنسا صوب جوج ديال لي زالبوم، البوم سفر البوم ايامي، ومن موراها درت دي فيتشرينغ، خدمت مع باتريك بريويل، مع لا شونسون بوركوا نو باز اي كروار، كنزا فرح، انسي فالا في، افيك باسي، مع بزاف ديال لي زوتر شونتور، مع دي جي سول اي، مع حاتم اشكاين، ماريشال. من موراها صوبت الاغنيه ديال 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 مول شاتو، اغنيه اللي حققت نجاح كبير، كنا صورناها في السعيديه في لا مارينا تما، مع كاين الباطويات وداك الشيء. ودرت التتمه ديالها بالاغنيه ديال اي لوف يو اللي كنا صورناها في الرقوبه اللي كتشوف جامع الحسن الثاني، وفي الحبوس في الدار البيضاء، اغنيه اللي حققت حتى هي عدد المشاهده كبير ولقات اعجاب الجماهير، لا سامبليسيتي ديالها والطريقه ديال الكتابه في الجوج ديال الاغاني، هي تتمه ديالها اي لوف يو، تتمه ديال المرشد. لا شونسون الدرب كانت اول تجربه ليا، واول مغامره في هذا لو دومين هذا ديال لي سيغي، واغنيه زوينه. قريت لي كومونتير شويه، انا كنقرا لي كومونتير ديال الاغاني ديالي حيت كنرمي شي اغنيه في يوتيوب، كنمشي نقرا لي كومونتير وكنشوف الناس يعني شنو كيقولوا، الا عجبهم هذاك لو ستيل ولا ما عجبهمش، هكذا باش نعرف واش نكمل في لو ميم دومين ولا في لو ميم ستيل ولا لا. اغنيه لقات اعجاب نتاع الناس، وانا سما في بليزير باش ندير اول تجربه بحال هكذايا في هذا لو ستيل هذا. تلاقيت مع الممثلين اللي كانوا ممثلين في الدرب دايوغ، جلوغ باس ان كرون بونجور، اي بي فوالا. قلت لها عمري قال لها تريا كوش نبقى وحدي في هذه الدنيا. الميتار كنت درتها في 2011، احنا 2018 غادي نغني لهم اغاني ديال اللي كنت صوبت بشحال هذه في الالبوم الاول، سفر، بلادي بلادي، باميلا، رمضان، مول شاطو، اي لوف يو، باي باي، جميع الاغاني ديالي جو في دوني لو ماكسيموم ان شاء الله بوك جو سوا.